المدنيون والمدنيون فقط، من تستهدفهم طائرة العدوان السعودي، والنساء والأطفال خصوصا من تبحث عنهم قذائف الموت التي يرسلها الأشقاء في دول عدوان التحالف الذي تقوده الشقيقة الكبرى السعودية. محافظة ذمار، ولأول مرة في مرمى طائرات العدوان التي ألحقت غارتها دمارا بعدد من المنازل مخلفة إصابات في أوساط النساء والأطفال. أكثر من 4 منازل دمرت جراء القصف الذي كان في وقت لا تتواجد في تلك المنازل إلا بعض النساء والأطفال، فيما كان الرجال منشغلين بأعمالهم ولم يعودوا إلا ليشاهدوا كيف روع الأشقاء وأطفالهم. 4 مصابين نساء واطفال فقط، ما حد كان في البيت لانهم كانوا خارج عدم ما قد وصلوا. النساء بيتغدين ضرب الصاروخ، واحده من النساء اجهضت، ويعني الله يعينهم على الطفل الذي خرج، والنساء الثانيه في المستشفى مصابات، واما في البيوت دمرت تدمير كامل. هدمت بيوتنا، وهذه بيوتنا امامكم شاهدوها، لا هي لا فيها لا منشات حكوميه ولا صواريخ ولا مخازن سلاح، وانما فيها اطفال ونساء. عدم طائرات العدوان السعودي قام بالقصف على المنازل. العدوان السعودي وان حاول تضليل الراي العام من خلال ناطق ما يسمى بعاصفه الحزم احمد عسيري بان ضرباتهم تسدد بدقه، لكن الصوره واضحه للعيان، وها هي اثار قصفهم تكشف زيف ادعاءاتهم وقبح وجوههم وحقيقة إجرامهم. أبناء محافظة ذمار أكدوا أن عمليات القصف لن تزيدهم إلا صمودا وقوة، ولن تنال هذه الضربات من معنوياتهم مهما استهدفت الأطفال والنساء، فالجبال الرواسي لا تهزها الرياح مهما كانت عاتية، والشعب اليمني معروف بإبائه وكبريائه وشموخه، والشعب اليمني معروف بإبائه وكبريائه وشموخه، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. ارتفع